كيفاش كتصيبوا شركه. باش تصيب شركه العمليه سهله، كتوجه المركز الجهوي للاستثمار، كتبقى المكتب الاول، كتقترح كتك واحد الوريقه باش تقترح فيها الاسم واللوغو ديال الشركه، يعني زواقات الشركه. من بعد كتمشي للمكتب حداه دار الضريبه باش كيعطيوك الرقم دار الضريبه. المكتب الثالث سهله هو المحكمه، كتسجل في السجل التجاري باش كيعطيوك واحد الرقم. اذا اون فوا كتسجل في السجل التجاري كتولي تاجر وعندك الحق تمارس التجاره. اذا لا تمارس التجاره الا بالتسجيل في السجل التجاري اللي موجود في المركز الجهوي للاستثمار. وهكا عرفنا